مشاهدينا أهلا بكم في تغطية جديدة عن الأحوال الجوية والطقس، هنوضح فيها بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم واللي هتوصل ل 43 درجة، وهنوضح كمان نصائح وزارة الصحة وهيئة الأرصاد للمواطنين، فتابعونا. أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، وقال الخبراء أنه سيسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. أما بالنسبة لرطوبة الجو فوضحوا أن نسبتها ستزيد اليوم خلال ساعات الليل، وبالتالي سيزيد إحساسنا بحرارة الجو، وبالتالي ستسود أجواء مائلة للحرارة رطبة على السواحل الشمالية، حارة ورطبة على الوجه البحري والقاهرة. وأشار خبراء هيئة الأرصاد أيضاً إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستصل ل 39 درجة على القاهرة و43 درجة على جنوب الصعيد، وهتوصل ل 45 درجة بحلول الخميس المقبل. أما عن الظواهر الجوية فقالوا إن اليوم سيشهد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بشرب السوائل بكثرة خلال فترات النهار، وحذرتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب جفاف الجلد خلال ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، والتي جاءت كالتالي: أولاً، الاستحمام مرة يومياً ولمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ده تجفيف البشرة جيداً بلطف بعد الاستحمام وعدم فركها، وتجنب استعمال الصابون المعطر واستعمال الصابون الطبي، استعمال الماء بدرجة حرارة معينة للاستحمام والاغتسال، استعمال مرطبات أساسها زيت أو دهني، استعمال كريمات المضادات الحيوية على شقوق الجلد، استخدام كريمات الكورتيزون لتسكين حكة الجلد، تجنب مصادر الحرارة المرتفعة وشرب كميات كافية من الماء، استخدام زيت جوز الهند أو زيت عطري مناسب، استخدام قفازات مناسبة عند غسل الصحون وارتداء الملابس القطنية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر فستكون: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 26 درجة، مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة. كده تكون انتهت تغطيتنا عن الأحوال الجوية والطقس. مشاهدينا الكرام، بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.